وثائق مسربة تكشف مذكرات تفاهم حول كيفية سداد الأسد ديونه لإيران على حساب سوريا والسوريين. إسرائيل تغير استراتيجياتها وتضرب بضائع إيرانية في سوريا وبنى تحتية، وتكثف استهداف عناصر وقادة إيران وميليشياتها. الجيش الأردني يعلن مداهمته أوكار عدد من المهربين وتجار المخدرات واعتقال عدد منهم قرب الحدود الشرقية للمملكة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في نشرة أخبار المنتصف. كشفت مجلة المجلة عن وثائق إيرانية مسربة بعد اختراق مجموعة قراصنة إيرانية معارضة لمواقع إلكترونية تتبع الرئاسة الإيرانية وبعض الوزارات. الوثائق بيّنت ربط بشار الأسد سوريا باتفاقيات مجحفة بحق سوريا، هادفا سداد الديون المترتبة عليه لإيران على حساب السوريين. المرحلة نفسها كانت هي المرحلة الأغنى يمكن بالحوار بيناتنا من خلال القرارات اللي صدرت أو من خلال المراسيم. بين فترة وأخرى تظهر للعلن تسريبات سداد الأسد ديونه لروسيا وإيران على حساب سوريا والسوريين، تارة يسلم مرفأ لروسيا وأخرى يعطي مطارا لإيران. تسريبات جديدة تكشف اتفاقات بين الأسد ورئيسي تحت مسمى الاتفاق الاستراتيجي بين سوريا وإيران. مجموعة قراصنة إيرانية معارضة استطاعت كشف آلاف الوثائق المتعلقة بالنظام الإيراني، كان لسوريا نصيب منها، حيث ترجمت مجلة المجلة الوثائق الخاصة بالتفاهمات التي وقع عليها بشار الأسد وإبراهيم رئيسي المكونة من 42 بندا تربط معظم المناطق الحيوية والاقتصادية بشكل كلي أو جزئي باستثمارات إيرانية لفترات طويلة الأمد. الاتفاقيات تنوعت بحسب الحاجة الإيرانية، حيث تصدرتها اتفاقية سداد ديون بشار الأسد لإيران من خلال اتفاقيات في الطاقة والمياه والصرف الصحي والنقل والملاحة البحرية والخدمات العامة والسكن وإنشاء السكك الحديدية والطرق البرية والجوية والاستثمار الاقتصادي والتجاري والسياحي وتبادل السلع. كما أنها امتدت لتصل إلى اتفاقيات حول القضاء والقانون وتصفية التركات وأنشطة الشرطة وإدارة الموارد البيئية والاستثمارات الخارجية والضرائب بين البلدين والمساعدة في إدارة عمليات الجمركة والعبور وفق ترجمة المجلة للوثائق المسربة. في وقت سابق طالب إبراهيم رئيسي بشار الأسد بمعاملة الإيرانيين في سوريا على أنهم مواطنون سوريون، حيث أعدت الإدارة الثانية لشؤون غرب آسيا وشمال إفريقيا تقريرا مطولا تمهيدا لزيارة رئيسي إلى دمشق نهاية كانون الأول 2022، لكنها أرجئت بسبب عدم الاتفاق النهائي حول بعض البنود. الزيارة تمت في أيار 2023 بعد إتمام الاتفاق على كل بنود المذكرة. أرحب بالسيد الرئيس إبراهيم رئيسي. بهذا يبدو أن الأسد سلم سوريا وسيادتها لإيران وفق مذكرات التفاهم، وفاء منه للديون المترتبة على بقائه على كرسي الحكم مقابل مشاركة إيران في قتل وتعذيب وتهجير السوريين، ليصبح الإيراني هو السيد في بلد السوريين. في ظل التحولات العالمية وما تفرزه من تحولات إقليمية. ومعنا غسان ياسين الصحفي من إسطنبول، حياك الله سيد غسان. في البداية، ما الذي استوقفك من التسريبات التي كشف عنها مؤخرا؟ تحياتي لك أستاذ المشاهدين. بالبداية هذه التسريبات يعني ليست جديدة، حيث قام موقع تلفزيون سوريا بترجمتها منذ شهر 9 الماضي على مراحل، وهي منشورة بكل تفاصيلها. كسوريين لسنا متفاجئين مما ورد في هذه التسريبات. نحن نعلم جيدا أن النظام دفع لإيران ولروسيا ثمن حمايته، يعني إيران بالنهاية أرسلت ميليشياتها وجزء من جيوشها وعتادها من أجل أن تثبت نفوذها في سوريا،
من خلال دعم بقاء نظام الأسد. والآن بعد توقف المعارك وتريد إيران يعني حصاد اقتصادي لما دفعته عسكريا، تريد ثمن نفوذها الآن، وبأن النظام عاجز عن سداد الديون الكبيرة، وهناك أرقام متفاوتة لكنها تبدو أن ديون إيران على النظام بعشرات المليارات. لذلك تلجأ إيران من أجل الحصول على مؤسسات سيادية، الحصول على هذا خطير جدا. يعني هناك احدى اوراق التسريبات تتحدث بشكل مفصل عن ان ايران تريد الحصول، وهي حصلت بالفعل على الاف الهكتارات من اراضي زراعية بعقود اجار طويلة لمدة 25 عام، ومقابل هذه الاجار يعني هي لا تدفع ثمن قيمة اجار الارض، هي تقوم بخصمها او اقتطاعها من ديونها للنظام. نعم، لكن ماذا عن باقي الديون والاتفاقيات؟ طالما أنها بقيت حبيسة الاتفاقيات دون شيء على الأرض، يعني لم نرى هناك تطور في قطاع الطاقة، وبالتالي يكون هناك واردات الكهرباء مثلا. صحيح الواقع الخدمي سيء في عمون سوريا، لكن بالنهاية يعني حتى مؤخرا يعني في العامين الأخيرين إيران نفسها تحاول ابتزاز النظام عبر تقنين واردات النفط، لكن هذا لا يلغي أن لإيران نفوذ وسطوة وطموح. يعني التسريبات تتحدث فيما تتحدث مثلا أن الإيرانيون طلبوا من النظام أن يتم معاملة المواطن الإيراني مثل المواطن السوري في التعليم والطبابة والتملك حتى، وهذا أمر خطير في حال حصوله. صحيح أن جزء من هذا لم يحصل، لكن لا ننسى أن هناك يعني مؤسسة اقتصادية كبيرة هي قاب قوسين أو أدنى من التسليم لإيران، وتحدث هنا عن ميناء اللاذقية. يعني النظام تنازل عن ميناء طرطوس للروس كما نعلم بعقد طويل، والآن هناك مفاوضات أعتقد أنها اقتربت من نهايتها من أجل تسليم إيران ميناء اللاذقية، وبالنهاية سوريا لا تملك سوى هذين الميناءين، لذلك هذا أمر خطير جدا سيؤثر على مستقبل سوريا بغض النظر عن من يحكمها. بالنهاية يعني هذا النظام سينتهي آجلا أم عاجلا، لذلك ما يجري هو خطير وخطير جدا. كنا نتمنى يعني أن تكون الدول العربية ودول الجوار أكثر وعيا بهذا المسألة لأنها تمس أمنهم القومي، لكن للأسف يعني التراخي العربي والتراخي دول الجوار هو من أعطى لإيران كل هذا النفوذ وهذه السطوة على نظام الأسد. وصلت الفكرة. السيد غسان ياسين الصحفي السوري كنت معي من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. قالت وكالة رويترز إن تل أبيب غيرت من استراتيجياتها لاستهداف مواقع إيران في سوريا من خلال ضرب البنية التحتية والشاحنات، فيما أكدت الوكالة أن عدد قتلى عناصر حزب الله وإيران في سوريا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فاق إحصائية العام الماضي. التقرير والتفاصيل. تغيير في الاستراتيجية وضربات أكثر فتكاً وموجة غير مسبوقة من الضربات الإسرائيلية المركزة في سوريا تستهدف شاحنات وبضائع وبنية تحتية وأفرادا ومشاركين في نقل أسلحة إيران لجماعات متحالفة معها في المنطقة، هذا ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر مطلعة. المصادر تقول إن إسرائيل غيرت استراتيجيتها في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس عليها في 27 الأول الفائت، مضيفة أنها تنفذ حاليا غارات جوية أكثر فتكا وتواترا تستهدف عمليات نقل الأسلحة الإيرانية وأنظمة الدفاع الجوي في سوريا، وتأكيدا على إصرارها في تهديد كل من يساهم بتعزيز التموضع الإيراني في سوريا. تهدد تل أبيب بشار الأسد باستمرار ضرباتها. ضابط مخابرات إقليمي لم تسمه رويترز كشف أن إسرائيل قالت لبشار الأسد إن سلطته هي من تسمح للإيرانيين وحزب الله بنقل الأسلحة وتعزيز قدراتهم، لذلك سيستمر قصف المطارات. الضربات الإسرائيلية لا تقتصر على النوع، بل باتت تشهد سوريا ضربات أكثر كثافة مع مضي الوقت. فمنذ 7 أكتوبر أدت الضربات لمقتل 19 من أعضاء حزب الله في سوريا، وهو ما يزيد على مثلي العدد في عام 2023 بالكامل بحسب وكالة رويترز. مركز جسور بيّن خلال إحصائية أصدرها للضربات الإسرائيلية لعام 2023 أن تل أبيب تصاعد هجماتها في سوريا، إذ شهد العام الماضي 40 غارة جوية إسرائيلية على مواقع إيران في سوريا، وهو ما يتجاوز ضربات 2022
ب12 غارة. رغم تصاعد الضربات الإسرائيلية ضد مواقع إيران في سوريا كما ونوعا، لا يبدو أن ذلك مؤشر لتراجع دور الميليشيات الإيرانية بمقدار كونه مؤشرا لاستمرار وتصاعد عملها، وهو ما قد يدفع تل أبيب للتفكير بإجراءات جديدة لتضمن أمن حدودها كما كانت دائما في عهد الأسدين. قتل 14 عنصرا من قوات الأسد وأصيب أكثر من 19 آخرين في هجوم استهدف حافلة مبيت تقل العناصر بريف حمص الشرقي وفق موقع نورث بريس المحلي. وقد جرى نقل القتلى والجرحى إلى مستشفى تدمر بريف حمص وسط استنفار كبير من قبل قوات الأسد. وبحسب الموقع فإن الهجوم نفذه عناصر تابعون لتنظيم الدولة قرب منطقة المحطة الثالثة في بادية تدمر، واستهدف حافلة مبيت تابعة للفرقة 17 في قوات الأسد. وفي سياق متصل استهدف هجوم آخر موقعا عسكريا لقوات الأسد بمنطقة جباجب ببادية دير الزور، ما أدى لمقتل وإصابة عدد من عناصر قوات الأسد. وقبل يومين قتل عنصر من الفرقة الرابعة برصاص مسلحين في الميادين شرقي دير الزور. قالت لجنة الحج العليا السورية في تصريح صحفي إنها تتابع الاتصالات مع الجهات المسؤولة في المملكة السعودية بشأن ملف الحج، ونوهت اللجنة أن الاتصالات مستمرة للاستمرار في خدمة الشعب السوري في سوريا وخارجها لأداء فريضة الحج بكل سهولة وتيسير. وكان وزير أوقاف سلطة الأسد محمد عبد الستار السيد زار المملكة السعودية وحضر افتتاح مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة في خطوة أثارت تخوفا من إعادة الملف لسلطة الأسد بعد تولي لجنة الحج السورية العليا إدارته منذ عام 2013 حتى الآن. يواجه الأطفال حديثو الولادة والرضع في إدلب خصوصا الذين يحتاجون للعناية المركزة تحديات كبيرة نتيجة نقص الأسرة الصحية وحضانات الأطفال لحديثي الولادة، ما يجبر الأهالي للتوجه إلى المستشفيات الخاصة وتحمل نفقات العلاج الكبيرة. بعد وصول محمد إلى المشفى واجه مشكلة حيث لم يتوفر مكان لطفله المريض، مما أثار حالة من الاستياء بسبب عدم توفر السرير الضروري لتأمين الرعاية الطبية له. هذه المشكلة تعتبر منتشرة ومتكررة سنويا بسبب امتلاء أسرة المشافي، مما يستدعي المئات من الأشخاص القادمين إلى المشافي العامة في شمال سوريا لمواجهة واقع مماثل دون وجود أي شاغل لاستيعابهم. جيت على المشافي درت كذا مشفى وما يعني ما مشي الحال، ما لقيت ولا غرفه يعني، واكثر درت كثير. جيت هنا لقيت مشفى بلسين، جيت على لقيت يعني سرير. اكثر الناس يعني هنا تستنى على الدور بلا اسعاف، يعني ما في لا سرير ولا في شيء، والاطفال وضعها تعبان شوي يعني، الجو ما يسمح، امراض يعني كل شيء صار، الاولاد تمرض الرشحه قريب من كل شيء، سخونه شيء يعني مو طبيعي. الحالات التي تراجع المشفى وتحتاج فقط المشفى تفوق بكثير الطاقه الاستيعابيه، نضطر احيانا لاعطاء علاج في الاسعاف معقد او تحويل لمشافي اخرى او تنظيم دور لقبول المرضى. ضغوطات كبيره تعاني منها مشافي الشمال، خاصة قسم الأطفال وتحديدا الأمراض التنفسية في فصل الشتاء. زرنا مديرية الصحة في إدلب للإطلاع أكثر على واقع المشافي والكوادر الطبية. حقيقة في مديرية صحة إدلب عملنا استبقنا الأحداث وحاولنا أن نغطي الاحتياج، لكن كان في عندنا مشكلة كبيرة، هي مشكلة إغلاق المعبر عن التحويلات، وهي رفعت عدد القبولات في قسم العناية مشددة وأجهزة التنفس الصناعي. يواجه القطاع الصحي في الشمال السوري تحديات كبيرة بسبب القصف المستمر على المنطقة وتدمير المرافق الطبية ونقص الكوادر اللازمة، حيث يبلغ عدد الأسرة 800 سرير و200 حضانة مقابل آلاف الأطفال يحتاجون للعناية المركزة،
مما يضع ضغطا هائلا على البنية التحتية الطبية في المنطقة. يواجه الأطفال حديثي الولادة والرضع في إدلب تحديات كبيرة في ظل نقص الأسرة الصحية وحضانات الأطفال، والذي أضعف بشكل كبير القدرة على تلبية احتياجاتهم الطبية الأساسية. أحمد يد، حلب اليوم، إدلب. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. تحول زراعي ملهم، مشروع الهيدروبونيك يرعى تمكين صغار المزارعين بهدف تحفيز الإنتاج الزراعي في عفرين. أهلا بكم من جديد في نشرة أخبار المنتصف. أعلن الجيش الأردني بالتعاون مع الأجهزة الأمنية مداهمته أوكار عدد من المهربين وتجار المخدرات بالقرب من المواقع الحدودية للمنطقة العسكرية الشرقية، أسفر عنها اعتقال 7 مطلوبين بقضايا المخدرات. وكشف مصدر عسكري أردني مسؤول في الجيش أن المطلوبين الذين تم اعتقالهم مرتبطين بتجار ومهربي المخدرات من الأراضي السورية وعلى اتصال مستمر فيما بينهم. وأوضح الجيش الأردني في بيان له أن هذه العملية جاءت متابعة لنتائج التحقيق مع مجموعة المهربين الذين تم إلقاء القبض عليهم، وعددهم 15 مهربا من خلال العملية النوعية التي نفذتها القوات الأردنية السبت الماضي في 6 من كانون الثاني الجاري. ومعنا السيد نوار شعبان، الباحث والخبير في الشؤون العسكرية والأمنية من مركز عمران من اسطنبول. حياك الله. في البداية، برأيك إلى أي مدى هذه الخطوات العسكرية والقصف من قبل الجيش الأردني هي ناجعة بالفعل لوقف تدفق المخدرات إلى الأردن؟ بداية حياكم الله جميعا. ما بعرف إذا مسموع صوتي جيد. نعم تفضل. تمام. الموضوع هو الأساسي حول الحملات العسكرية التي عم تقوم فيها القوات الأردنية. في عنا نقطتين أساسيات، وهي من هل تقوم القوات الأردنية بالتعاون مع القوات مثلا المحلية اللي هي المفروض المسيطرة، اللي هي المفروض قوات نظام هي؟ لا. فإذا بداية الجهد هو عم يكون جهد فردي، ولكن استخباراتي أيضا من جانب الأردني، وهو إلى الآن ناجح باستهداف أهداف حقيقية. ولكن على الأمد الطويل، هل هذه العمليات العسكرية رح تحقق القضاء الكامل على عمليات على الضفق، عمليات التهريب؟ أنا برأيي، وهي تقنيا صعب الأمر. ليه؟ لأنه العملية ليست مرتبطة فقط بالجريمة والتهريب. في عندك نقطة أساسية وهي الإرهاب. يقصد بالإرهاب الميليشيات التي تدعم هذا العمل. الميليشيات الإيرانية وحزب الله وغيرها من التشكيلات الموالية لإيران. إذا الغطاء الميليشياتي الذي هالتجمعات، هاي المجموعات من المهربين اللي هن اصلا مستأصلين في المنطقه من زمان وبيعرفوها، الحمايه الدوليه الايرانيه والميليشياتيه اعطاها قوه اضافيه وصعب المهمه على الجانب الاردني. ولكن ملاحظ ان الجانب الاردني خلاص دخل بمرحله انه التصعيد سوف يقابل بتصعيد ولن ينتهي التصعيد. العمل العسكري، الاستهداف العسكري المباشر بدا مع التصعيد من قبل شبكات المهربين باستهداف القوات الاردنيه اللي هن قبل كانوا يتفادوا هالشيء، واستمر الجانب الأردني حاليا باستهداف أهداف نعم. معينه. يعني سيد نوار، نعم. إذا الآن الخيار هو عسكري بالنسبة للأردن، برأيك ماذا عن التطبيع، وخاصة التطبيع بين الأردن وبشار الأسد؟ هل انتهى أم أنه بالتوازي مع العمل العسكري؟ تمام. بداية هلا الموضوع انه لا عسكريا ظهر ولا هناك نية واضحة انه انهاء العمل، انهاء الموضوع تبع التهريب بشكل عسكري وامني كامل من الجانب الاردني. حاليا انا الغارات اللي عم يتم تنفيذها او الهجمات هي توصف بالضربات الجراحية، هي ضربات لأهداف معينة ومحددة، تحييد شخصيات معينة تعتبر مثلا رأس الهرم في شبكات التهريب المحلية. الفكرة هي أن الخطر يتخطى هذه الشبكات، وهذا الشيء تدركه الأردن. والمحاولات الأولى للتطبيع كانت بغرض
تأمين تعاون مشترك بين الجانب الأردني وجانب النظام لتأمين نعم. هذا الملف، ولكن النظام فشل بهذا الأمر. نعم، وبالتالي دعني أستوقفك عند هذه النقطة. النظام فشل في إيقاف تدفق المخدرات، ناهيك عن تقارير تشير بأنه شريك في تدفق هذه المخدرات. إذن برأيك يعني هل الدول الجوار وخاصة الدول المتضررة من تدفق المخدرات إليها ربما بدأت تشعر بخطر هذا النظام وبالتالي توقف عمليات التطبيع؟ هي تشعر بخطر النظام حتى قبل هذا الأمر، ولكن هي المحاولة أنه الموضوع أصبح مرتبط بتغيرات بالمنهج العام أو بالتوجهات السياسية العامة. مثلا هناك عودة لملف النظام على ملف الحجاج، وهناك زيارات أكثر مع دول خليجية مختلفة ودول الجوار مختلفة، ولكن لن يؤثر ولكن سوف يشكل عقبة، رح يشكل عقبة أساسية خاصة إذا تم ربطه بالملف الإيراني. هناك يعني هون يجب دائما وبشكل دائم تقديم الحقائق للدول المختلفة على كيفية ربط الجريمة وارتباطها بإيران وارتباطها بالنظام، وهذا الأمر سوف يشكل ضغط على كل دولة تحاول أن تقوم بعملية. أشكرك جزيل الشكر السيد نوار شعبان، واعتذر منك على المقاطعة لضيق الوقت. الباحث والخبير في شؤون العسكرية والأمنية من مركز عمران كنت معي من إسطنبول. أقامت هيئة الأعمال الإنسانية الدولية معرضا للمنتجات اليدوية في بلدة الغندورة بريف جرابلس شرقي حلب، وذلك ضمن مشروع نهضة أمل والذي يتخلله تدريبات للمستفيدين والمستفيدات. يعرضون منتجاتهم هنا بعد 6 أسابيع من مشاركتهم بتدريبات على الصناعات الغذائية. 150 مستفيدا ومستفيدة من المشروع الذي أطلقته هيئة الأعمال الإنسانية الدولية IHR. أكثر من 100 سيدة شاركت في هذا المعرض ليكون للسيدات المعيلات لأسرهن النصيب الأكبر من هذا المشروع. المعرض كويس الحمد لله وماشي الحال، واشتغلنا وبعنا واستفادينا يعني منتجات ألبان وأجبان وسمنة بلدية، والحمد لله مستفادت ماشي حالها، استفادينا كويسة. أنا اخترت المعجنات وبإذن الله بدي افتح محل بالغندورة واستفيد منه أنا وولادي وجوزي بإذن الله. شكل هذا المشروع جسرا عبر من خلاله المتدربون والمتدربات إلى أسواق العمل، كما روج لمنتجات المتدربين بين التجار وأصحاب المحال من خلال هذا المعرض، والذي ضم أصنافا عديدة من المأكولات والمواد الغذائية والتي أنتجت ضمن أعلى معايير الجودة. طبعا هو مشروعنا حاليا اللي نحن فيه، هو المعرض، هو مشروع نهضة أمل. طبعا نهضة أمل هو جزء من مشروع أكبر، هو مشروع كاتالايز اللي هو تحفيز المجتمع نحو المشاركة المجتمعية. المجتمع بمشروع كاتالايز هو اللي اختار الشيء المناسب له، اختار المشاريع المناسبة له. كان من ضمن المخرجات هو مشروع نهضة أمل اللي هو تدريبات على الصناعات الغذائية. طبعا كمان تلقوا المستفيدين تلقوا تدريبات مختصة للتوعية الصحية، للحفاظ على نظافة الغذاء، التعقيم، الانتاج حسب المعايير الصحية العالمية. تفتح هذه المشاريع الصغيرة آفاقا جديدة أمام عشرات العائلات، وتبعث الأمل بتأمين عمل خاص ودائم يحقق لهم دخلا مستقرا في منطقة يعاني سكانها من انتشار البطالة وتدني الأجور وتراجع الدعم الإغاثي. الأول من نوعه في منطقة جرابلس وريفها، معرضا للمنتجات الغذائية التي أقامها الأهالي هنا ليبدأوا مشاريعهم الخاصة بعد خضوع منتجاتهم لفحص مخبري لضمان جودة المنتج. بدر كجا، قناة حلب، اليوم، ريف جرابلس. أكد والي غازي عنتاب كمال تشبير أن عدد الطلاب السوريين في مدارس الولاية خلال العام الدراسي الحالي بلغ نحو 100,000. جاء ذلك خلال اجتماع التقييم العام لسنة 2023 في قاعة مؤتمرات الولاية. وقال تشبير بأن أداء الولاية في التعليم تقدم على المدارس مع المدارس الجديدة التي تم بناؤها وتعيينات المعلمين لتصبح المستوى التدريسي فيها فوق المتوسط الوطني بشكل عام، مشيرا إلى أن طلاب الولاية أكثر من سكان العديد من الولايات الأخرى، إذ بلغ نحو 700,000 طالب، منهم 100,000 سوري يدرسون إلى جانب الأتراك.
بهدف تمكين بناء قدرات صغار المزارعين وزيادة الإنتاج الزراعي، بدأت منظمة وطن والهيئة الخيرية الإسلامية مشروعها في استخدام الأنظمة المائية في الزراعة، والمعروفة علميا وعالميا بالهايدروبونيك. بدون أي نوع من الأتربة وعلى الماء فقط تنمو جذور هذه النباتات. زراعة جديدة أدخلت لمنطقة عفرين شمال حلب، تعرف بأنظمة الزراعة المائية والمعروفة عالميا هيدروبونيك. الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية تدعم المشروع، والمنفذ هنا منظمة وطن، ويعود قسم من إنتاج هذه المشاريع للأعمال الخيرية. فخزانين من الأعلى والأسفل، الخزان العلوي نضيف فيه الأسمدة والمياه، ونضخه عبر أنابيب ومادة البرليل خام كيماويا للنباتات بما تحتاجه، ومن ثم الماء الزائد ونقيس درجة حموضته وملوحته والمعادن فيه والأسمدة، فإذا كان صالح نعيده مرة ثانية. هذا يوفر كثير من المياه والأسمدة التي تذهب هدرا في التربية. حقق المشروع نجاحا كبيرا من ناحية الإنتاجية التي تعد أكبر بأضعاف من الزراعة التقليدية، وأتاحت هذه الزراعة القدرة على استخدام مساحة أراض أقل وأسمدة بكميات محدودة وفعالية أكبر. ورغم تكلفتها الكبيرة كونها مركبة من نظامين، نظام الزراعة المائية ونظام البيوت البلاستيكية المعروفة بتكلفتها العالية، إلا أنها لاقت استحسان المزارعين وبدأوا بالتدرب على زراعتها. عم بتدرب هون صار لي شهرين عن الزراعة المائية، زراعة الخضروات، البندورة، الفليفلة، الخيار، يعني مشان أقدر أستطيع أعمل مشروع إلي مثلا، إذا حدا ساعدني أعمل بيت على قد المادة. طالما هون تعلمنا حط الأسمدة والشتول والزراعة المائية، يعني شي نقدر بخ المبيدات كذا، شي نقدر نشتغل إنه. مشروع بظاهره استثماري، إلا أن الهدف منه إدخال نوع جديد من الزراعة للمنطقة، قادرة على توفير فرص عمل وتوفير مساحة أقل للزراعة، ودعم صغار المزارعين وتمكينهم للانطلاق بمشاريعهم الخاصة والاعتماد على أنفسهم. تعزيز مفهوم الزراعة المائية ونشرها بين صغار المزارعين لتواكب احتياجات السوق من المواد الأساسية وتوفر فرص عمل، أبرز أهداف مشروع الزراعة المائية. وما يميز هذه الزراعة القدرة على استخدامها على أسطح المنازل والأراضي الصخرية. أحمد شمري، حلب اليوم. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني حلب توداي تيفي دوت نت. دمتم بخير وإلى اللقاء.